أكيد بالصحة والسلامة للجميع. هي كانت مجموعة من الأخبار المنوعة اللي حبينا نبلش صباحنا لليوم فيها، ورح نروح لأول مساحاتنا ونستقبل ضيوفنا وأكيد للمساحة التربوية اللي هي الشغل الشاغل بهي الفترة. طبعا وزارة التربية أعلنت بدء العام الدراسي الجديد ب 3/9 وأعلنت دوام الإداريين والمدرسين ب 27 آب، يعني فينا نقول امبارح. طبعا قبل هذا الإعلان في تجهيزات واستعدادات من قبل الوزارة ليكونوا باليوم المحدد هنن جاهزين. اليوم رح نحكي عن أهم هي الاستعدادات، كيف كانت التجهيزات وشو هي الخطط الموضوعة من قبل الوزارة وخاصة للمناطق المتضررة من كارثة الزلزال، كيف حيكون التعويض الفاقد التعليمي. استفسارات جدا مهمة حجاوبنا عنها ضيفتنا لليوم وهي الأستاذة إيناس ميا، مديرة الإشراف التربوي في وزارة التربية. سعد صباحك ست إيناس، وأهلا وسهلا فيك. صباحك خير، كل عام وأنتم بألف خير وأبنائنا المتعلمين بألف خير بالمناسبة رجوع المدارس. بألف خير يا رب. يعني مثل ما ذكرنا بعد عطلة صيفية طويلة صار الوقت لحتى يرجعوا الطلاب لمدارسهم لمقاعدهم الدراسية. يمكن بحلقاتنا السابقة كنا عم نحكي عن الاستعداد النفسي والجسدي من قبل الأهالي وطلابهم، اليوم حابين نعرف نحن الاستعدادات يلي عم تكون ضمن خطة وزارة التربية للعام الدراسي الجديد، شو بتخبرينا؟ طبعا صباح يوم الاحد 3/9 سيتوجه ما يقارب 3,706,261 تلميذ وطالب الى مدارسهم. في هذا اليوم سيتوجه ايضا جميع المعلمين والمدرسين، لان المعلمين والمدرسين لم يداوموا في 27 لكن سيداومون مع المتعلمين ومع طلابهم وتلاميذهم، لكن في 27/8 دوام الاداريون ودوام ايضا جميع المستخدمين من اجل تهيئه المدارس وتهيئه البيئه الماديه والفيزيائيه ومن اجل تنظيف المدارس وجعل البيئه نظيفة وسليمة وآمنة لاستقبال أبنائنا المتعلمين. وزارة التربية استكملت جميع إجراءاتها الاحترازية والضرورية لبدء العام الدراسي. مثلا الأبنية المدرسية تم التأكد من السلامة الإنشائية، كما ذكرت كما أيضا بعد الزلزال التأكد من السلامة الإنشائية لجميع المدارس التي سيعود إليها أبنائنا المتعلمين. أيضا تأكدت من استكمال جميع المستلزمات إن كانت وسائل تعليمية، إن كان هناك كتب مدرسية، إن كان هناك أطر إدارية وتدريسية، وعملت على ملء الشواغر جميعا في المدارس، وأيضا أوقفت للتنقلات وتحديد مركز عمل وأيضا الإجازات بلا أجر من أجل استقرار العملية التعليمية ومن أجل البدء من عام دراسي مستقر وآمن. طيب ست إيناس، لاحظنا على المواقع التواصل اليوم في تحديد للتقويم المدرسي، يعني بأيام الدوام بالفصل الأول الفصل الثاني حتى اليوم في تحديد للعطل، يعني خلينا نضوي أكثر على هي النقطة. طبعا حددت وزارة التربية كما ذكرتي 27/8 هو بدء دوام الإداريين والمستخدمين، أما 3/9 دوام المدرسين والمعلمين والطلاب والتلاميذ. سوف يكون الفصل الدراسي الأول مع الثاني 173 يوم دراسي فعلي، سيكون 92 يوم للفصل الدراسي الأول وأيضا يوجد 81 يوم للفصل الدراسي الثاني. أما بالنسبة للامتحانات واختبارات الشهادات سيكون 26/5 وهو هذا العام أبكر من الأعوام السابقة بسبب عيد الأضحى المبارك، سيكون في 16 أو 17 حزيران. ننهي قبل العيد يعني؟ أيوه طبعا سوف تعمل يعني. وزارة التربية على إنهاء جميع الامتحانات قبل بداية عيد الأضحى المبارك. سيكون في 26/5 الامتحان شهادة الثانوية و 27/5 امتحان شهادة التعليم الأساسي. أيضا ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الانتقالية وأيضا صفوف الشهادات في 3/1 وستنتهي في 11/1، ستبدأ العطلة الانتصافية في 12/1 وستنتهي في 20/1 ليعود المدارس في 21 الشهر بداية 21/1. أكيد يعني أستاذ إيناس، أكيد ممكن في جهود كتير كبيرة ومبذولة من قبل أكيد الإدارة التعليمية اليوم. خلينا نوضح المهام والواجبات المفروضة اليوم للكوادر التعليمية قبل بداية العام الدراسي. طبعا قبل بداية العام الدراسي يتم توزيع المعلمين والمدرسين على الشعب والصفوف الدراسية، يعني
كل معلم ما هو الصف الدراسي الذي استلمه من أجل تحضير الخطة السنوية حسب الخطة الدرسية الصادرة عن وزارة التربية، بحيث يكون توزيع الحصص 30 حصة درسية داخل الخطة الدرسية لتلاميذ الحلقة الأولى، وأيضا 33 حصة درسية لتلاميذ الحلقة الثانية، بينما طلاب التلاميذ العاشر والحادي عشر 33، 31 لتلاميذ الحلقة الثانية، وأيضا لدينا 35 حصة درسية طبعا كلها داخل الخطة الدرسية لطلاب شهادة الثانوية الفرع العلمي، و34 حصة درسية لطلاب شهادة الفرع الأدبي. طبعا يتم تحضير التلاميذ، توزيع أيضا التلاميذ على الشعب، استقبال التلاميذ الإيجابي على استفسار جميع أولياء الأمور. بتعرفي نحن ببداية العام الدراسي كتير أهالي بيسألوا المدرسة، بيسألوا المعلمين، بيسألوا إنه كيف الوظائف، كيف هي. طبعا تحضير لأولياء الأمور كيف رح يجهزوا أبنائهم، بيتعاونوا معهم منشان بداية عام دراسي جيد. طيب ست إيناس، خلينا نضوي نستغل الوقت على نقطة كتير مهمة، وهي الفاقد التعليمي للمحافظات السورية اللي تعرضت بكارثة الزلزال للضرر الأكبر، خلينا نقول حلب واللاذقية. اليوم شو هي خطة وزارة التربية بتعويض الفاقد التعليمي؟ طبعا بالنسبة لتعويض الفاقد التعليمي، مثل ما بتعرفين نحن في طلاب منهم ما عادوا للمدرسة بعد التضرر من الزلزال أو طلعوا برا المحافظة، في منهم درسوا إنه بالبيت، أهاليهم درسوهم بالبيت. لذلك حتى تتأكد وزارة التربية إنه هن يمتلكوا المعارف والمهارات اللي هي بتأهلهم تيطلعوا للصف الأعلى، عملت على إجراء دورة للتلاميذ اللي عندهم فاقد تعليمي لمدة 12 يوم. طبعا هاي الدورة بدأت ب 21 شهر بتنتهي بداية العام الدراسي بما فيها جمعة وسبت. طبعا هاي الدورة بده يقوم فيها مدرسين أكفاء ومعلمين أكفاء، وتحت إشراف التوجيه التربوي والاختصاصي، وتحت إشراف الإدارة الفرعية في المحافظات. هذه الدورات ستعطى جميع المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها الطالب في هذه الفترة التي حدث بها الزلزال. هتكون كافية اليوم هدول الأيام هدول كافية لأنه فقط أنه بعد الزلزال، يعني المهارات والهي لأنه بيتأكدوا. طبعا هو في اختبارات تشخيصية بأول يوم، من خلال الاختبارات التشخيصية بيعرف المعلم والمدرس شو هو الفاقد التعليمي عند هدول الطلاب حتى يبدأ معهم حتى يستطيعوا أن يمتلكوا هاي المهارات يطلعوا لصف أعلى. طبعا كان في مشكورين المجتمع المحلي، كان في تعاون مع المجتمع المحلي حتى قدرنا نحن أنه نستقطب هدول الطلاب، وطبعا مديريات التربية أعلنت على صفحتها الرسمية مشان عودة هدول الطلاب. كان عندنا 67 مدرسة في محافظة حلب، هاي 67 مدرسة كانت طبعا كلها فاقد تعليمي وعم يعوضوا للتلاميذ والطلاب في هذه المدارس، و61 مدرسة في محافظة اللاذقية. يعني فعلا نقطة كتير مهمة، لأن هدول الأطفال اليوم كتير تضرروا وهنون فعلا بحاجة لرعاية واهتمام خاص أكثر. طيب في عنا استفسار اليوم حابين نعرفه من حضرتك، هل تم تأجيل موعد الاختبار الكتابي المؤتمت للقبول في مدارس المتفوقين واللي كان يوم غد، أم لا لساته قائم على موعده؟ طبعا كما ذكرتي أنه يوم غد كان هو الاختبار، لكن تم تأجيله. بداية صار في تضارب بين الاختبار الكتابي المؤتمت وبين الاختبارات في مركز القبول في مراكز المتميزين، مركز الوطني المتميزين اللي هي من 27 ل 31 شهر، وايضا بناء على رغبة الاهالي، لان في كثير من الاهالي ما قدروا انه يستكملوا الاوراق المطلوبة، وفي منهم مسافرين ما قدروا انه يقدموا لهدول الاختبارات. وقوفا عند رغبة الاهالي ورغبة الطلاب تم تأجيله ل 2/9 يوم السبت 2/9. طبعا كمان هاي الاختبارات كان ايمتى راح تكون؟ من 8 لل 10 عند رغبه الاهالي، كمان احنا رجعنا بدناها من 9 للساعه 11 تكون. كمان هي الاختبارات كان لاساس انه نحن نخلص من 24 شهر من التقديم للاختبارات، لكن مثل ما حكيت انه انا ما قدروا يستكملوا كل الاوراق، مددنا ل 28 شهر ليوم اليوم يعني بتخلص التقديم لاختبارات مدارس المتفوقين. طيب خلينا بنفس الاستفسارات ونروح لمسابقة التوجيه واللي المفروض هي تكون 3/9، خلينا نضوي عنها أكثر. هلأ اليوم نحن حنكتفي معك ست إيناس ببعض الأسئلة بالاستعدادات، ولكن نحن مجرد منشور على الفيسبوك باستفسارات التربية فبتلاقي كم هائل من الاستفسارات. خلي لياك طبعا 3/9 نحن الموعد كم الموعد من أشهر يعني تحدد أنه 3/9 مسابقة. طيب مثل أنت ما بتعرفي التوجيه التربوي والاختصاصي هو دعامة أساسية بالسير العملية التعليمية وجودة العملية
العالية التعليمية، لكن بالسنوات الأخيرة صار عندنا نقص كتير بالتوجيه التربوي الاختصاصي نتيجة الاستقالات، نتيجة الانتهاء مثلا لخدمة زملائنا الموجهين على السن القانوني تجاوزاً 60 سنة. لذلك هي الشواغر عملت وزارة التربية على الإعلان من أجل ترميم هذه الشواغر، وحددت بناء على طلبا حددت ما هي المقررات التي سيكون فيها الاختبار، ووضعت هذه المقررات على صفحة وزارة التربية. وبعد الإعلان عن نتائج هذه الاختبارات سيكون هناك دورات تدريبية أيضا في آلية الإشراف، تطوير آلية الإشراف للموجهين الجدد والموجهين القدامى من قبل التوجيه الأول في وزارة التربية. تمام. يمكن دائما نسمع عن أسئلة من قبل الأهالي إذا في موجود البروتوكول الصحي اليوم بالمدارس والمشرفين الصحيين، خلينا نوضح أهميتهم هدول ومهامهم موجودة بالمدارس. طبعا هلا نحن بالنسبة لنا للمشرفين وزارة التربية ما زالت مستمرة في إجراء في الإجراءات الاحترازية الصحية الضرورية للمدارس، عملت على تعقيم هذه المدارس، أيضا تنظيف الخزانات، تعقيم هذه الخزانات قبل بداية العام الدراسي، إعطاء دورات للمشرفين الصحيين، أيضا في مستوصفات الصحة المدرسية هي في حالة استنفار دائمة منذ بداية العام الدراسي، عند وجود أي حالة لا سمح الله أو عند الشك في أي حالة طبعا سيتواجدون في نفس اللحظة. طبعا هناك تقارير أيضا من قبل المشرفين الصحيين، تقارير أسبوعية ترفع إلى مستوصفات الصحة المدرسية ومن ثم إلى مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية من أجل لحظ أي شيء حدث لا سمح الله أو أي طارئ يحدث في هذه المدارس. طيب ستي إناس، خلينا نروح للأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة ذوي الإعاقة. اليوم في بعض المدارس دخلت بموضوع الدمج، اليوم إيمت موعد التسجيل بهي المدارس، ومين هي اللجنة اليوم المختصة اللي بتقرر إنه إذا هذا الطفل هو عن جد بحاجة للدمج أو إمكانياته ممكن تسمح له بالدمج؟ طبعا هو كان التقديم من 30/7 لغاية 31/8. لجنة الدمج هي بتكون مجتمعة 1 2 3 4، هي اللجنة مكونة من طبيب الصحة المدرسية، منسق الدمج المحلي، أيضا الموجه التربوي، وأيضا مرشد نفسي اجتماعي. يتم التقييم بناء على بطاقة المعايير الموضوعة من قبل وزارة التربية، وهي مقننة على البيئة السورية. من خلال هذه البطاقة سيكون واضح إن كان هذا الطفل قادر على الاندماج مع أقرانه في المدرسة أم لا. طبعا عدد المدارس الدامجة، أنا عندي 253 مدرسة دامجة، وأيضا لدينا رياض دامجة، صحيح عددها قليل لكن لدينا أيضا رياض أطفال دامجة لأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة. طبعا والتقييم سيكون هناك بطاقة تتبع، يعني طبعا دخل بعد بيدخل في بطاقة تتبع كل فترة إنه إعادة تقييم لهؤلاء الطلاب. قد مهمة هي الخطوة اليوم دمج؟ طبعا الدمج كثير مهم ان كانت نفسيا ام تربويا، على جميع الجوانب مهمه بالنسبه لابنائنا المتعلمين. مثل ما بتعرفي انت المراكز الصحيه بالخارج كثير مكلفه جدا للاهل، يعني حتى يضعوا اولادهم بهيك مراكز بدهم مبالغ كبيره، لكن نحن مدارس الدامجه عندنا بالمحافظات هي مدارس طبعا مثل ما بتعرفي مجانيه، وهناك غرف مصادر ومعلمات تربيه خاصه لمساعده هؤلاء الاطفال. اكيد يعطيكم الف عافيه. خلينا نحكي ونوضح اكثر، هل تم توفير وتأمين الكتب الدراسية باختلافها لجميع المراحل التعليمية أم لا؟ لسه اليوم في عنا نقص ببعض الكتب إن كان بكل محافظتنا السورية. طبعا مؤسسة المطبوعات المدرسية تستكمل خطتها الطباعية، لم تنتهي منها لكن تستكمل خطتها الطباعية، وهنا هذا العام سيكون هناك تدوير بعض التدوير للكتب المدرسية. هذا العام هو تم كما تعلمين بأننا عملنا في التحول في التعليم، يعني أصبح الطالب والطفل هو الذي يبحث عن المعلومة وليس يحفظ هذه المعلومة من الكتاب. لذلك أصبح الكتاب ضروري أيضا، ولكن ليس هو الأساس. الأساس أنه الطفل يتعود أنه يبحث عن المعلومة، يوجد المعلومة، وبدنا نخفف شوي من الحقيبة المدرسية كمان. أنا كنت بدي أقول لك هاي النقطة، يعني هي عبء على الطالب. يعني الطفل صف أول يعني عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، اليوم عم يحمل 12 كتاب، ويعني أحيانا الأهل عم يضطروا أنهم يوصلون. يعني أنا اليوم ما بدي أفتح باب الاستفسارات من الصفحات السوشيال ميديا، حبينا نحكي عن الاستعدادات. يعني في اليوم يعني إعادة نظر من التربية اليوم بالمنهاج؟
ايه طبعا. هلا انت مثل ما بتعرفي نحن بالنسبه لنا بنحاملين الكتب مثل ما ذكرتي روحه رجعه مع الولد، وهي هلا ممكن الولد انه يروح على المدرسه او يروح على البيت بدون كتب، ما في مشكله، بحيث تكون الكتب موجوده كمراجع عنده. يعني هو هلا اصبح الطفل باحث هو عن المعلومه، يعني ممكن تكون بالمدرسه الكتب تضل، ممكن تضل بالبيت ما يضل حامل روحه رجعه. كمان انت ما حكيتي انه على المناهج ممكن تخفيف، نحن عم نشتغل على تخفيف المناهج، في بعض الصفحات غير ضروريه تواجدها مثلا ممكن نحن انه عن طريق دليل المعلم توضع هذه الصفحات مشان ما يضطر الطفل يحمل كل الكتاب. يعني نحن باتجاه تخفيض الكتاب المدرسي وحجم يعني الكتاب المدرسي. الحجم كمان الحجم. اليوم المنهاج يعني اليوم في شكوى كثير من الاهل ومن المعلمين نفسهم انه اليوم بعض المناهج ما بتناسب اعمار الاطفال، يعني وهي معاناه شخصيه. يعني لهيك نحن رح نعطي المعلم هي المعايير، لك هي المعايير اللي انا بدي اياها انه الطفل يمتلكها. وبعدين الطفل هو يدور على المعلومه لحاله بيشوف شو هي المعلومه، ونحن رح تكون الكتب وضعناها على صفحه وزارة التربية الإلكترونية وعلى المنصات التربوية، وأيضا ستكون الكتب المدرسية موجودة إلكترونيا مع جميع المدرسين والمعلمين وفي الإدارة المدرسية إلكترونيا. يعني أي أهل بيحب يأخذ الكتب الإلكترونية بيأخذها إذا بده يترك الكتب بالمدرسة، وفي أنه يبعث ابنه بدون كتب كمان نفس الشيء، كله متوفر وكل الاتجاهات متوفرة تماما. بس يمكن كثير بيسألوا طلاب الشهادات الثانوية والإعدادية إذا ممكن رح يكون في تغيرات بالمناهج، هل بين حول هذا الموضوع ام لا لسه فيه؟ لا هلا نحن بالنسبه لنا تغيير منهاج التاسع بكالوريا ما في عندنا كثير تغيير. نحن فقط انه بعض يعني ماده او ماده مثلا تربيه وطني او لغات في حلب الشرقيه فقط يوجد منهاج قدي، اما لا المناهج هي نفسها موجوده. احنا عم نتمنى اليوم التوفيق بخطه العمل. دائما احنا بنشبه قطاع التربيه انه هو القطاع الاكبر ومشبهه بخليه النحل، يعني انتم القطاع مدار السنه انتم عم تشتغلوا، يعطيكم الف عافيه، بالتوفيق لكم، واكيد بدنا نقول بالتوفيق للوزير الجديد بالمهمه الجديده، واليوم هيك ينظر بحال الطلاب والمعلمين واكيد كوادر التوجيه. شكرا لك، شكرا لكم كمان انتم داعمين لنا، شكرا لكم، شكرا لك استاذ.